تكلمنا على مستوى المنتخب الانجليزي، انت نعم. شفت، خلينا نتكلم على اداء المنتخب الانجليزي لغايه المباراه النهائيه، المباراه النهائيه هنتكلم عليها بالتفصيل. انت شايف ازاي مشوار المنتخب الانجليزي في 2020؟ يا مشوار مميز جدا، واعتقد ساوث جيت طبعا هو يعني انتقد كثيرا حتى قبل الفاينل، وفي بعد الفاينل يعني انتقادات زادت كثيرا سواء خلال مجريات المباراه او حتى طبعا في تغييرات اللي اتعملت قبل ركلات الترجيح. بس في وجهه نظري الفرقه عملت بطوله جيده، دفاعيا كانوا مميزين جدا، ستيرلينج كان واحد من نجوم البطوله بصراحه، عمل كميه ارقام بصراحه يا كابتن هاني. ما كنتش متوقع كده بناء على ادائه مع المان سيتي، ما كنتش متوقع هذا الاداء مع المنتخب. مش للدرجه دي بصراحه، مش للدرجه دي، مش للدرجه دي بصراحه. يعني ستيرلينج عمل بطوله مميزه جدا، لوك شو برده عمل بطوله مميزه، كيل ووكر عمل بطوله مميزه، فيليبس عمل بطوله كويسه. يعني منتخب ساوث جيت عمل فرقه حلوه، وادى امل ان المنتخب الانجليزي ممكن يكسب اليورو للمره الاولى في تاريخه. ولكن بصراحه برضو المنتخب الايطالي رغم الشوط الاول المتواضع اللي لعبوه، الشوط الثاني كانوا مميزين بشكل كبير جدا، ومانشيني عمل بطوله كويسه. بس انا شايف يعني كمجمل انا مش مع هذا الكم من الانتقادات لساوث جيت انه عمل شيء، ولكن شايف ان الحقبه بتاعت ساوث جيت مع المنتخب الانجليزي تقف لغايه هنا خلاص، اللي خلاص الطموحات زادت، ما يروحش بيهم كاس العالم. لا انا فوق ده وجهه نظر شخصيه، خلاص هنا ستوب، لازم تقف بعد كده. دي عايزه واحد بعقليه تانية، يعني شخصيه اخرى، ممكن واحد اكبر سنا من ساوث جيت، لان برده الجاب مش كبير قوي بينه وبين اللعيبه، فانت مش حاسس ان هو برده عنده يعني اداره او قدره او سيطره على الفريق بالشكل اللي يخليه ياخد بطوله. صحيح. يعني هو اوكي ساوث جيت يعمل فرقه حلوه تلعب كره حلوه، وصلهم النقطه دي كويس جدا، وي نيد تو ستوب، لازم نقف هنا وناخد تجربه جديده.